سلام، ان شاء الله كامل راكم بخير. عدنا ولينا اليوم في حلقه جديده ونصيحه جديده من السلسله ديالي تيبس تو ثريفت على قناتي ثريفتي تيلز الجيريا. اليوم راح ننصحكم باش اذا رحتوا لاي محل من محلات الملابس المستعمله تعودوا تحوسوا في غسل الملابس، سيو تروحوا غابيدمون، يعني تروحوا بسرعه وديروا في بالكم لو بوت تاع القماش، نوع القماش اللي راكم تحوسوا عليه، وثاني اللون اللي راكم تحوسوا عليه. بمعنى ماشي لازم تشوفوا كاع السلعه اللي كاينه في الحانوت، خطراش راح تضيعوا وتقعدوا تشوفوا هادي وتخلوا هادي، وفي الاخر ما راحش تعرفوا واش تدي واش تخلو. دونك لازم تروحوا سيو تشوفوا لو ماكسيموم تاع الالوان اللي راكم تحوسوا عليهم، وتانيك تشوفوا لو ماكسيموم تاع نوع القماش اللي راكم تحوسوا عليه. حاجه واحده اخرى ثاني ننصحكم بها، كي تخيروا القطعه اللي يعجبوكم على حسب اللون والقماش، روحوا شوفوا اذا هذاك القماش مازالو صحيح ومشي راشي، معناتها اذا هذاك القماش مشي بزاف قديم، وتقدروا تعرفوا غير كي تشوفوه، يعني غير ما تتقلقوش، القماش القديم يبان والقماش اللي مازالو شاد روحو راح يبان. ثاني على بالكم باللي في محلات الملابس المستعمله عامه نلقاو بزاف ملابس بالتيكي ديالهم، هادو الملابس بالتيكي ديالهم لازم تعرفوا باللي محلات الملابس المستعمله يديروا لهم ثمن مخصص، يعني هما ما يهمهمش اذا هذيك الماركه معروفه ولا ماشي معروفه، يهمهم برك انه هذيك القطعه جات بالتيكي ديالها، اذا يديروا لها ثمن خاص وثمن اون جينيرال يديروا ثمن عالي. اذا انت ولا انت تعرفوا الماركات وراكم متاكدين باللي هذيك حاجه مليحه والكاليتي تاعها مليحه والقماش ديالها مليحه راح يشد لكم، معليش تقدروا تخسروا عليها، يعني معليش تقدروا تشروها. بصح اذا شفتوا الماركه ماشي معروفه وخاصه اذا كانت فيها ماد ان تشاينا، نصيحه مني ما تاخذوهاش، خطرش القماش ديالهم راح يكون سيء والنوعيه اللي يستعملوها باش يخدموا بها هذوك الملابس تكون فريمون سيئه. اخر حاجه راح نهضر لكم عليها في هذا الفيديو ولا في هذه النصيحه، كاين قطع في محلات الملابس المستعمله يقولوا لهم بالانجليزيه فينتج. فينتج معناتها قطعه ثمينه، وعلاش يقول لها قطعه ثمينه؟ خطرش عامه تكون من ماركات عالميه قديمه، كي نقول انا قديمه بالك تخلعكم كلمه قديمه، بصح ماشي معناتها القماش قديم، برك الماركه هي اللي قديمه، كما الماركه اللي نعرفوها كامل في الجين هي ليفايس. ليفايس يعني ماركه تخدم 100% قطن، يعني الجينزات ديالهم 100% قطن، مالغيكو هي ماركه قديمه جدا، ونقدر نقول لكم ما عادوش يديروا انتاج كما كانوا بكري، بصح الكاليتي ديالهم يعني نوعيه القماش اللي يستعملوها تقدر تشد لكم يعني اعوام واعوام، وما تفسد ما يفسد القماش، ما يروح لها اللون ديالها، ما والو. اذا كما قلت لكم هاد القطع الثمينه نقدروا نلقاوهم بكل سهوله في محلات الملابس المستعمله، وراح نعطي لكم سر صغير باش تقدروا تعرفوا هاد القطع واش يديروا هما اون جينيرال. تلقاو لا دوبليغ ديالهم، لا دوبليغ ديالهم يديروها بقماش سبيسيال، هذاك القماش اون جينيرال يكون افلور ولا يكون مخدوم بالحرير. دوك ندير لكم تصويره باش تفهموا شنو هي لا دوبليغ. ثاني كجيوبه الدخلاني تاع جيوبه ثاني كيخدموه بطريقه مميزه، من داك يديروا له قماش ملون ولا قماش فيها باترنز، فيه اشكال مميزه، هذه ثاني تخليك تعرف باللي هاد القطعه ثمينه. واخر حاجه يستعملوها هاد الماركات العالميه القدم، يستعملوا طريقه خاصه في الخياطه. دوك ثاني كنتي نخلي لكم صور، اذا لقيتوا هاد الثلاث نقاط في هذيك القطعه يعني على ضمانتي اديوها وراح تشد لكم، نقدر نقول لكم يتسنى لا ميجي كثر. ونظن هذه هي النهايه تاع النصيحه ديالي تاع اليوم، ان شاء الله تكون فادتكم، ان شاء الله تكون عاونتكم شويه ولا راح تعاونكم شويه في المستقبل. ما تنساوش تشتركوا على القناه ديالي وتخليوا لي اعجاب، واذا حبيتوا تشاركوا معايا اي حاجه ولا اي اراء واحده اخرى تقدروا تخلوها في التعليقات، ونتلاقاو ان شاء الله المره الجايه في نصيحه جايه، وتهلاو في روحكم. سلام.